بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مشروع كتاب ويعد بطريقة جديدة تسهل على كاتب الكتاب أن يكتب، وفي نفس الوقت يتم التحاور مع المساعد، يعني يكونوا اثنين، الكاتب والمساعد، فيدخل في التأليف الاثنين. كما نرى الكتاب طبعا له عنوان، في الصفحات على يمين الكتاب أو شمال القارئ، ليفت بيجز بالنسبة للقارئ أمامك الكتاب، فالصفحات الشمال اليسرى وفي الصفحات اليمنى، فكل الملاحظات من المساعد والتعليقات والأسئلة تكون في كل صفحة. فمثلا الصفحة أمامنا LB00، بعدين نستمر 02 وكذا، نفس الشيء تتبعها الصفحة. فلو نلاحظ حتى العنوان، يعني في البداية ما فيش أي تعليق على العنوان، فمكتوب هاشتاج ايديك، هذا عنوان الكتاب، وطبعا مفصل الآي والدي والإي والإي والسي، يعني خمسة أحرف، اختصار من خمسة كلمات. طبعا آخر كلمة هي الكتالوج، كتالوج يعني الكلمة ايديك، فالكاف بالعربي بالإنجليزي الكتالوج تعتبر كاف. الايديا مشهورة، يعني كلمة ايديا اللي هي فكرة ككلمة عامة، لكن هنا أربع كلمات هي incubator و decision و execution و authentication. طبعا incubator اللي هي حاضنة، و decision قرار. المهم ننظر أول صفحة بدأت بسؤال what is ID، فبعد كده الصفحات، يعني هذه صفحة what is ID، ما هي ID، فمكتوب بالفونت العريض قبل الكتابة، يعني هذه مثلا على الغلاف، ومكتوب What is ID؟ يعني هذه صفحة What is ID؟ هل حيستمر What is ID مثلا كذا صفحة؟ فنحصلها مثلا في نبحث What is ID؟ يعني زي في الفهرس، أحيانا سؤال What is كذا، يعني ممكن يستمر أربع صفحات، زي فهرس الصفحات أو فهرس الجديد في هذا الكتاب، اللي يجعل طبعا فيه سرعة، لأن المؤلف جاهز بالتأليف، فيبدأ يألف يكتب
فأمشي معاكم أنا من آخر آخر كلمة قالها في الصفحة، سواء من المعلق من الأخير يعني. تتابعوا أنتم في الفيديو الكلام الأخير. فآخر شيء مكتوب من جهة الصفحات اليسرى، صار الآن المؤلف بيجاوب، يعني آخر شيء هو جاوب انتهت الصفحة. فكان الكومنت أو الملاحظة كان قال، طبعا هنا استأذننا نحن من كتب الملاحظات، يعني أول ما بدأنا من بينج، هذه طريقة يعني سوف نشرحها بإذن الله. الآن خلينا نتكلم على آخر سؤال أو ملاحظة. قال آي سي، يعني أنا واضح لي هذا شيء أو عرض مغري. فقال كيف أنت بيكلم الكاتب، يعني هذا كأنه الناشر اللي تعين أو عين شخص يكون مع المؤلف يناقش، يعني الناشر بيقول كيف حتمول الكتاب، لأنه قبلها قال له أنا بدي أطبع 3000 صفحة، 3000 نسخة بيبر أو PDF، يعني يأخذ عليها كتاب مصرح له رقم ISBN. فقال له كيف تبغى تمول الكتاب 3000 نسخة، مثلا كانت النسخة بدولار، معناته كيف تبغى تمول الكتاب، تبغى أحد يموله؟ فكان السؤال كيف تمول الكتاب. فقال الكاتب المؤلف، قال لا أنا عندي ادخاراتي الخاصة وحنا أدفع قيمة الكتاب، يعني حيدفع 3000 دولار، بحيث أنه لو انباع الكتاب ممكن في ناشر، الناشر مثلا كان عايز 20%، صار كلف دولار و20. طبعا الكتاب لو انباع في هامش ربح 80 سنت، لو كان انباع بدولار، طبعا هنا مثال، لو 4 دولار ممكن التكلفة تكون دولارين مع الناشر، مثلا غلاف كويس كذا كذا، يصير هامش الربح دولارين، ياخذ كلها المؤلف، يكون دفع في الدولارين حق الناشر. طبعا نجي في أسئلة مهمة، أو نبدأ الآن من اللي هي فكرة الكتاب عشان ننتهي من هذه الصفحة بالإنجليزي. فإذا الكتاب حتى لو كان بالعربي الكاتب هتتحول بالإنجليزي عشان المساعد اللي من عند الناشر ما يعرف اللي يعني أقصد خبرته بالإنجليزي، يعني كأنه الناشر إنجليزي وممكن يكتب الكتاب بالإنجليزي طالما ترجمنا، فينزل الكتاب بالإنجليزي. فهنا طبعا نروح للأسئلة المهمة أو الكلام المهم. قال المؤلف أنا عندي مشروع إني أنتج كتاب اسمه آيديك، طبعا فصلنا انكوبيتر وكذا. طبعا نحن هنا في الاي دي، فالاكسكيوشن اوثنتيكيشن هذه بعدين في صفحه ثانيه، خلينا نتكلم الان في الاي دي. ففي الاي دي قال قبل لا يبدا الكومنتس، يعني ما في كومنتس قدام كلامه، ما في ملاحظات، قال هي زي الاي بي، يعني زي الاختراع او براءة الاختراع، بس براءة الاختراع تاخذ حماية مدة 20 سنة، اللي هي مثلا واحد اخترع حاجة وسجله، طبعا في تكلفة
زي الكتاب، حتى مو تكلفة طباعة، تكلفة حماية ممكن توصل ل 500 دولار ل 1000 دولار حاجة معينة. فقال لك 20 سنة، لكن هذا الكتاب 50 سنة. ممكن يكون داخل الكتاب تعتبر اختراعات أو فكرة زي حق كتابة الكتاب، الفكرة أو الأفكار اللي موجودة جوا تكون متاحة للقراء، يعني ما لها حماية إلا حماية الكتاب، يعني ما حد يأخذها. منها طبعا الهاشتاج، العناوين والأشياء دي، حتى كمان الكتاب اللي واحد أخذها وفي اعتراض عليه. فالحماية 50 سنة، وهنا الحماية. بعدين قال للناشر، قال الكاتب، قال عندي مشروع كتاب اسمه هاشتاج ايديا. فسأله قال له هذا يعني حاجة كويسة هنا في اليمين، sounds like an interesting project. فقال له ايش الكتاب عن ايش؟ قال له جاوب. فقال له عن 5 أشياء و5 أجزاء، وسمى له هي جنرال انستركشن، كيف تكتب انجينيرنج ستاندرد، وحط كمان ارقام وهاشتاجات. هذه حمايه، ما يعني الاشياء دي زي اي اس اف وكذا، هذه ما حد يقدر ياخذها، يعني تبان اللي هي الترقيم الاشياء، الارقام والرموز وكذا، زي نفس عنوان الكتاب. فكل هذه العناوين اي اس اف 00 اكس اي 5 اللي ما لها، يعني مش معروفه ايش هي. فقال له طبعا في عندي في الكتاب الاجزاء الخمسه، او الخمسه الاجزاء هي الهدف purpose، والمواصفات، والحسابات الكالكوليشن، والتعاريف، والابعاد. هذه تخص طبعا الـ ESF اللي هي الهندسيه، او الـ engineering standard اللي هي المواصفات والمقاييس. طبعا المؤلف قد يكون مهندس وقد يكون مهندس، فلو كان المؤلف مهندس هو يقدر يعدها ويكتب في الموضوع، مش مهندس ممكن برضو يكتب في المطلع. بعدين في سؤال مهم جدا، قال له أنا حاسس الكتاب اللي بتكتبه كده في إنجينيري وفي مواصفات ومقاييس هندسية وكذا، إنه يعتبر تكنيكال زي كتاب في الطب، كتاب في الهندسة كتاب، وفي تفاصيل. فقال له هذا الكتاب استهدف من القراء. فرد المؤلف قال، يعني هنا جات الأسئلة اللي هي جيدة للمؤلف. طبعا يذكرني في كتاب باور اوف ناو، فالمؤلف حط احد ثاني يعني كانه بيسمع له ويسال يناقشه. هنا نفس الشيء، طبعا حنقول من هذا اللي سوى الاشياء دي، هذا اوتوماتيك في بيج، حتى انا استاذنت منه واستاذنا منه انه نحط التعليقات والاسئله حقته، فقال ما في مشكله اذا ذكرنا المصدر، فالمصدر بينك. طبعا استخدمنا السكايبي وعلى طول، فهذه سرعة الانتاج، بحيث ان الكتاب ممكن ياخذ مثلا 20 يوم. بعد كده الكاتب يقدر يكتب تحت الفراغات دي وتحت الاشياء دي، يتوسع يفسر. شوف الأسئلة هنا نعدها، لو كانت مثلا 40 سؤال كذا، هي اللي تخلي
الحوار يصير وكأنه حوار، كأنه يعني الناشر يعني يسأل أسئلة كثيرة أساس يستوضح. طبعا نحن لسه في الصفحة الأولى. في شيء تاني قال له كيف ناوي أنت طبعا من المستهدفين، فرد عليه قال له المخترعين الانفنترز اللي عندهم اختراعات هذول مستهدفين، لو قريوا هذا يساعد، والمهندسين والمصممين للمباني بشكل عام مو من الداخل يعني المبنى من الخارج سواء كان حديد خشب صب، وكمان الباحثين في المحافظة على الإنسان وزيادة عمر الإنسان الصح طولة العمر زي ما قلنا. فهذولا أربع مستهدفين. فرد عليه قال له والله هذا that's diverse يعني تنوع، وقال له هذه جروب منتقاة يعني الباحثين كلهم في صحة الإنسان وطول عمر الإنسان يحتاجوا الكتاب، كتاب متخصص، والمهندسين والمخترعين والمصممين للمباني خارجة من خاصة من الخارج يعني المباني كيف جمالها من الخارج وتكوينها يعني المعماريين ملائمتها مع المدينة وكذا. فقال له كيف حتروج للكتاب، كيف حتنزل الكتاب في السوق، ايش خطتك؟ فقال له انا حطبع 3000 نسخة، حسوي كمان ووركشوب 16 ساعة 4 ساعات 16 حلقة كل حلقة ربع ساعة، وحدد له في الأسبوع إن شاء الله يبدأ قريب يعني مع الكتاب مع طباعة الكتاب اللي هي ورشة عمل يعني نفس الورش الوركشوب يكلف بس حيكون مجاني، اشتركوا في ناس مثلا اشترك 200 400 500 لأنه كل أسبوع يجوا ناس، فلو أخذوا الكتاب يعني كأنهم تدربوا على الكتاب وكان الكتاب ب$4 يعني كأنه الأربع ساعات اللي حضروها ب$4. فهنا قال هذا جينرس يعني زي ما تقول عرض كويس. طبعا اللي حيستمر على طول الوركشوب يعني ممكن يستمر ما في في السنة إجازة إلا شهرين كل أسبوع من السبت للثلاثاء، فكأنه انطلاقة للوركشوب. بعد كده ممكن يصير ما هو بالمجان يعني يصير الوركشوب بمبلغ والكتاب تحول إلى ثمن. فهذه الصفحة كده أنا أوقف عند هذا الحد، وهذه فرصة نحن سوينا فيديو قلنا تكسب $2000 كل شهرين المشاركة